يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا كرة الماء تعتبر من الرياضات الجميلة جدا، ولكن يمكن تفصيلة مش كل الناس ممكن يبقوا مدركينها، فكرة ان هي كمان تعتبر واحدة من اصعب ومن اعنف الرياضات على الاطلاق. طبيعة الحال ده كمان معناه ان تحقيق البطولات ما بيجيش بالسهل، دي بتكون حاجة ما بتتمش غير من خلال منافسات في منتهى القوة وفي منتهى العنف، يعني شيء مش هين على الإطلاق. عموما هنتكلم أكتر ونتعرف أكتر على هذه الرياضة وعلى لعبة كرة الماء من خلال كابتن محمد خالد أبو زديرة، وهو كابتن فريق كرة الماء بالنادي الأهلي. صباح الفل على حضرتك ومنور، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، صباح الخير على حضرتك، منور 10 الصبح في الأهلي، يعني مكانكم ده والله. وحابين في البداية نعرف عن حضرتك، يعني قبل ما نخش بقى على الرياضة ونتكلم تفاصيل. أنا ليا الشرف إن أنا أبقى في الأهلي وكابتن فريق الأهلي، ده حاجة جميلة جدا ومشرفة جدا لأي حد طبعا. أنا بلعب كرة مية من وأنا عندي 9 سنين، مالي باع في الرياضة يعني، الحمد لله والحمد لله ربنا كرمنا ووفاني في حاجات كتيرة وفي حياتي يعني الحمد لله. جميل. بتشتغل أو كده؟ بشتغل في مؤسسة مالية كبيرة الحمد لله. عايز أقف معاك عند تفصيلة كده، بطبيعة الحال التمرينات والمباريات والمنافسات في كرة الماء من أقوى ما يمكن، ولكن في تفصيله صغيره انا عايز اسمع منك تفسير علمي ليها. واخد بالك فكره ان في عز الشتاء والدنيا ساقعه تلج وممكن تلاقي 5 الصبح واللعيبه لا وطالعين من البول عادي جدا وبيتجاذبوا اطراف الحديث ولا كان الدنيا خربانه شتاء، خلاص بقى اتعودنا. انتوا ازاي كده يا ابو الكباتن؟ هو ما بيبقاش هيتد، ما بيبقاش لا هيتد طبعا. احنا اللقطه بتاعتنا في ان احنا طالعين الميه هي دي يعني. وعلى فكره ما تقريش كمان ان مش كل الفرق اللي تبع كل النوادي عندها هيتد بولز، يعني في بعض الاحيان ممكن يبقى في بعض النوادي ما بيبقاش فيها طبعا، بس معظم النوادي لازم يبقى فيها هيترز عشان يعرفوا اللقطه بقى بتاعه الطلوع دي. دي هي دي اللي احنا بندور نتكلفت بسرعه. ازاي كده الواحد يعني تعودنا عليها؟ طبعا هي بتبقى صعبه طبعا، بس الواحد بالتعود وبالعمر يعني تعودنا خلاص ان احنا لا لازم نعيش حياتنا عادي. طب كابتن محمد، دايما بنحب نعرف بدايه كل لاعب يعني ليه بيختار الرياضه دي تحديدا، فليه بقى ووتر بول؟ يعني الفضل يرجع لاهلي في الحته دهيت. يعني انا يمكن لما ابتديت سباحه وعند سن 9 سنين، كان في رياضه كره الميه ابتدت في نادي. انا قبل ما اجي الاهلي انا كنت في نادي المعادي، فابتديت ان انا لقيت اصحابي ابتدوا يروحوا فروحت معاهم، ووالدتي برضو والدي اشاروا عليا ان انا برضو اروح، فواحده واحده ابتديت ان انا اخذت الكارير من دلوقتي. اوكي. فكره ان انت كابتن فريق عموما ايا كان ايه نوع الرياضه فيها قدر كبير من المسؤوليه، وفكره ان انت كابتن فريق النادي الاهلي ضاعف المسؤوليه دي واضربها ب 50 ضعف. فعايزين نعرف واقع كونك كابتن لفريق كره الماء بالنادي الاهلي عليك انت شخصيا عامل ازاي، وبطبيعه الحال برضه حابين نعرف طريقه تعاملك مع الزملاء في الفريق، هل بتتعامل من منطلق كابتن بس ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ ان انا اكون كابتن فريق ده مسؤوليه، وان انا اكون كابتن فريق النادي الاهلي ده مسؤوليه اكبر بكتير. يعني على اي حد بتبقى الدنيا صعبه، الشيله تقيله على اي حد، بس انا بحمد ربنا ان انا معايا تيم ما حسسنيش بالشيله دهيت، كله بيديني السبورت اللي بيساعدني فيه. في اوقات بحتاج ان انا ابقى كابتن فريق وحازم، وفي اوقات تانية لا انا اخ كبير او زميل معاهم، ان احنا كلنا بنخطئ كلنا بنساعد بعض. وفي اوقات الشده بالعكس، في اوقات الشده وفي اوقات ان الدنيا لو فيها يعني داون او حاجه لا بالعكس بنلاقي السبورت جاي لي، انا بشيل الفريق والفريق بيساعدني ان هو يشيل معايا الدنيا اكتر يعني. التاهيل النفسي برضو بيبقى ليك دور، يعني ككابتن فريق ليك دور، وده عامل كبير جدا دايما بنتكلم بنحب ان احنا نطرحه مع يعني ابطالنا اللي بيجوا، لان هو اساسي. ازاي اصلا بتاهل نفسك وبعدين تاهل الفريق لو حد عنده مشكله، لو حد داون، لو اي حاجه من الحاجات دي؟ الحمد لله علاقتي حلوه بالفريق والناس كلها، علاقتنا ببعض حلوه وجميله، فبتبقى سهل جدا ان احنا نعرف نتعامل مع بعض لو لقينا ان حد ابتدى ان هو نفسيا يبقى حاسس ان هو مضغوط، داخلين على ماتش مهم فشايلين هم الماتش ده هوت او حاجه، لا بعرف ان انا اقعد معاه 1-to-1 نقعد نتكلم مع بعض ان انا ازاي ان انا اخليه يرمي الهموم ده كلها ونحاول ان هو يبقى احسن وما يشيلش الهم ويدينا احسن ما عنده. هو عموما فكره ان انت تكون كابتن فريق في كره الماء في الرياضه دي تحديدا لازم تكون انت اللعيب الاكثر احترافا ولا اللعيب الاقدم ولا يعني
معايير ومقاييس اختيار الكابتن بتيجي هي هي ميكس يعني هي حاجه طبعا الادميه بيبقى ليها عامل كبير طبعا ان انا اكون كابتن فريق بس ان انا يكون عندي الخبره ان انا عندي الادميه بتجيب ان انا لعبت ماتشات كتيره لعبت ممارسات اكتر فابتدى ان انا عندي الاحتكاك بتاعي والفرصه بتاعتي بقت اكبر ان انا اعرف اشوف المنظر فاعرف ان انا اتعامل مع المواقف المختلفه. طب احنا ناخد تليفون بقى كده معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. كابتن وائل بنصبح على حضرتك انا وكريم وصباح الخير في البدايه كده وعايزين الاول برضو لحضرتك عايز تقول كلمه لكابتن محمد اتفضل. اولا صباح النور وصباح الخير على كل الاهلاويه سواء مشجعين اعضاء الواحد بيبقى سعيد لما بيكون معاكم. كابتن ابو الزيره من اكثر الكبات الفرق تخلقا ولعبا يعني احنا انا ببقى فخور بيه لما اكون مع الفرقه وببقى سعيد جدا هو راجل عامل كنترول كويس ككابتن فرقه وراجل سنتر فيرو منتخب مصر وحاجه مشرفه يعني صراحه انتوا معاكم حد يعني الواحد بيفتخر ان هو موجود في النادي الاهلي. طب هو جزئيه خلقا واضحه لنا جدا مش محتاجه مفيش اي مساحه لللبس لكن لعبا بقى يعني برضو عايزين نعرف من حضرتك رؤيتك ليه كلاعب. البوزيشن بتاعه سنتر فيرو يعني زي هو الاتاك بتاعنا انا هو اللي بيجيب الاجوان فده اهم لعيب عندنا يعني هو راجل كان لسه كسبانين كاس مصر وعمل مباريات محترمه جدا في النهائي فراجل له وضعه كبير في النادي الاهلي وراجل حداد زي ما بيقول. طيب كابتن وائل لو هنتكلم بقى على الووتر بولو تحديدا وهنا يعني احنا واصلين لفين؟ بتكلم على كمان مستوى النادي ومستوى مصر. احنا بالنسبه للنادي حضرتك احنا في اللعبه دي احنا اللي بننافس احنا ونادي اليوكس على مستوى جميع الاعمار من اول الناشئين لغايه مرحله العموم وبيخش معانا في المرحله الكبيره نادي الجزيره. بالنسبه بالنسبه لمستواها من مصر احنا ابطال عرب احنا ابطال افريقيا الحمد لله المنتخب تحديدا بيشارك منتخب الناشئين كل سنه بيشارك بطولات العالم الاتحاد المصري حريص ان احنا نبقى موجودين على الساحه الرياضيه في كره الميه يمكن احنا شويه في الفرقه الكبيره بنبقى بعاد شويه بس انا اللي عارفه ان احنا الفتره اللي جايه هنبقى موجودين على الساحه الرياضيه في كره الميه العالميه بالنسبه للفرقه العموم ان شاء الله نتمنى ده باذن الله ان شاء الله بمشيئه الله. فكره التوقف اللي كل الرياضيين اضطروا يتوقفوها بمعرفه طبعا فيروس كورونا يعني اثرت الى اي درجه على استعدادات الفريق وعلى التمرينات والنوع ده من الامور؟ لا والله اثرت جدا وخلتنا احنا نتاخر جدا ما هو حضرتك انت عارف ان احنا الاستمراريه احنا بناخد حاجه اسمها فتره سلبيه بين كل سيزون وسيزون السنه دي ما كانش فيه الكلام ده في حوالي 3 شهور فطبعا اثرت بالسلب على مستويات جميع الفرق في جميع الالعاب في جميع الرياضيات في جميع الانديه فبالتالي انت بتاخد فتره كبيره قوي لما بتعمل حاجه اسمها اعاده يعني رجوع للمستوى الفني والبدني اللي انت المفروض تبقى موجود عليه طبعا اثرت في مستويات فاحنا الحمد لله دلوقتي ابتدينا اهو نرجع وبنتمنى ان الدنيا تبقى مستمره في الرياضه علشان خاطر هو ده الهدف بتاعنا ان احنا نستثمر في اولادنا ونخليهم على مستوى فني واخلاقي كبير ونخلي الرياضه استمرار الرياضه في اي مكان حضرتك بيخلي في نوع من انواع الرقي، الرياضه دي رقي. طبعا 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 وانا كمان مبسوط جدا ان انتوا كمان بقى قناه الاهلي ما بقتش تتكلم برضه في النواحي الرياضيه احنا بنتكلم في النواحي كتوتال احنا اهتمامكم تعرف ايه مستوى اللعبه وايه ده حاجه تساعدنا احنا كرياضيين لان احنا بنحس ان الكوره اهتمام الاول والاخير لاي قناه فاحنا لما بيبقى في اهتمام بكره المايه والسباحات الرياضات الاخرى دي حاجه بتساعدنا احنا حضرتك بس محتاج تتابعنا كده يوميا كل يوم من الاحد للاربع ستجد ما يسرك دايما ان شاء الله احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا نورتنا وصباح الفل عليك شكرك جدا كابتن وائل ويمكن الجمله اللي حضرتك قلتها في الاخر فعلا احنا حريصين في 10 الصبح زي ما حضرتك متابعنا وكل متابع يعني ان احنا نعرض فعلا الرياضات المختلفه لانها تستحق يعني جايبين لنا بطولات واصلين لمستوى رائع جدا وفعلا احنا حريصين ان احنا نركز على ده جدا بجانب اكيد كره القدم والفريق الاول. نروح معاك بقى كده لبرده تفاصيل مباريات المختلفه ومباراه كنا يعني هنكسبها ومضمونه وراحت من ايدينا مثلا. كان في
كان في البطوله الاخيره بطوله الدوري للاسف يعني احنا كنا بنلعب سيمي فاينل مع نادي الجزيره، كنا بنلعب بيست اوف 3 اخر ماتش، احنا كنا متعادلين ماتش وكسبانين ماتش، فاحنا داخلين الماتش ده ان شاء الله ربنا لو كان كرمنا كنا ان شاء الله نتاهل للنهائي، بس داخلين الماتش والحمد لله ليدنج وفرق 2 وفرق 3، بس لحظه الدنيا راحت مننا جون في غلطه للاسف، جم لعبنا بنالتيات وللاسف خسرنا بعد 12 بنالتي، كانت مضمونه الى حد كبير الحمد لله يعني قدر الله ما شاء الله، بس الحمد لله يعني باذن الله ما تتكررش ان شاء الله يا رب. عايز اسالك بقى على تفصيله ثانيه، كره القدم فيها الفار، تمام واخد بالك ازاي؟ تمام. في كرة الماء لو في فار ده هيجيب فضايح، ليه بقى؟ لان يعني النص الفؤادي من اللعيبه فوق المايه يبدو ان عادي في منافسه وفي جيم بيتلعب، لكن تحت المايه في معجنه بالمعنى الحرفي. دي حقيقه. بتهندلوا النوع ده من الامور ازاي؟ الحمد لله الفار مش تحت المايه، الفار فوق المايه بس. ده انتوا مطلوب لكم فار بشده. دي حقيقه في التعديل. لا هو في ليه ما فيش كده؟ لا هو في التعديل بتاع القانون الجديد دخلوا الفار في التعديل الاخير، ابتدى ان هو يدخل الفار. يخيلي ده ممكن يعمل نقله نوعيه في نتائج المباريات بعد كده. دي حقيقه. لان في ساعات كتيره بيبقى في قرارات بيختلط على الحكم القرار ده كان صح ولا غلط وكده، فرجوعا للاسيستنس او الفار بيساعد ان هو يظبط. يعني خطوه دي اتاخرت نسبيا، اتاخرت كتير، بس مع التطور ابتدت الدنيا كلها ان هي تبقى احسن. بس هو حاليا ما فيش حتى كاميرات تحت الميه، ما فيش اي حاجه بترصد الحركه من تحت؟ لا ما فيش، ما فيش. وان وجدت بتبقى لنقل بس يعني الشوطات جماليه في المباريات، بس مش للتحكيم. مش ودوليا احنا بنتكلم الكاميرا زي الفار داخل ولا في دول اوريدي فيها؟ دوليا ابتدت الموضوع يعني في طبعا بطوله العالم وبطوله اوروبا، البطولات دي ابتدت الدنيا ان هي ترجع تبتدي فيها الفار، واظن في الدوري الايطالي واليوناني نفس الحكايه. طيب فرصة ان احنا معانا كابتن فريق النادي الاهلي في كره الماء، عايزين حضرتك توجه رساله لاولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين محتارين يلعبوهم اي نوع من انواع الرياضه، ايه مميزات ده بالنسبه لابنهم او لبنتهم؟ لا هي طبعا مميزات كره المايه كتير، يعني انا الفضل كره المايه كتير جدا في شخصيتي على مر الفتره اللي فاتت دهيت الحمد لله. بتعلمك ان انت تبقى محارب، لازم ان انت حتى لو انت جون لازم ان انت بتفايت على المكان بتاعك، بتثبت نفسك. اول حاجه كمان بتعلمك الجماعه، ان انت تبقى تيم بلاير، بتعلمك ان انت تبقى واقف في ظهرك، يبقى عندك التارجت بتاعك والهدف بتاعك ان انت لازم تروح له وتحققه، وده مش هيجي غير من خلال ان انت تبقى بتدي كمان قوه بدنيه. معظم اللاعبين ما كانش كلهم ما شاء الله تلاقي سبعايه بتشوفها من على بعد النيل. الحمد لله. طبعا يعني ده بيبقى مجهود، لان السباحه وكره الميه بشكل اخص يعني لا هي رياضه عنيفه جدا، فبتبقى محتاج علشان تقدر انت تتواكب مع العنف ده انت محتاج قوه بدنيه عاليه جدا علشان تقدر تبقى مناسب. والرياضه دي ليها سن كابتن محمد؟ يعني ممكن في سن معين خلاص شخص يحس ان هو مش قادر مثلا؟ طبعا هي كل حاجه ليها السن بتاعها، بس يعني ممكن بتبتدي من 33 ل 35 سنه، هو ده هو اللي ممكن السن المناسب. في ناس طبعا في 35 ده صغير برضه، مش يعني هو صغير بس يعني بيبقى هو وصل للبيك بتاعته يعني. فكره الاحتراف يا كابتن ما فكرتش فيها قبل كده؟ طبعا. وحصل ايه بقى؟ لا للاسف ما حصلش نصيب، يعني ربنا ما اشاءش ان انا احترف بره، بس طبعا ده حلم اي حد ان هو. طب هل انت ساعدت له وربنا ما ارادش، ولا انت كنت مستني ان حد هو اللي ياخد لك الخطوه دي ويزقك؟ يعني هو انا ساعدت، بس ساعدت للموضوع ده هو، بس ما كانش الاوبشنز ما كانتش كتيره قصادي ان انا اعرف ان انا اعمل كده. للاسف برضو رياضه كره الميه مش الرياضه، مش زي كره القدم او الهاندبول الشعبيه ان هي بتبقى في السكاوتس او الناس اللي هم بيتفرجوا على اللعيبه ان هم يعرفوا يعملوها. في ناس عندنا في كره الميه محترفين وعملوا نتائج وعاملين نتائج حلوه جدا، بس انا الحمد لله يعني ما كانش ليا نصيب ان انا احترف. يعني الحلم ده راح خلاص للاسف، يعني الحمد لله يعني مفيش حاجه راحت. بقول لك هو محد ما تعرفش الخير فين. بالظبط. الحمد لله. صحيح. طيب يعني دلوقتي لو هنتكلم، انت مكمل طبعا في الووتر بولو في الاهلي، وبجانب حياتك بقى العمليه انت حضرتك بتشتغل برضه؟ انا بشتغل. انا نائب مدير اداره. نائب مدير اداره.
وما بيتعرضش التمرين مثلا؟ اتعلمت ان انا ازاي اوفق ما بين مواعيد شغلي ومواعيد تمريني، لان ده حياتي انا زي ما قلت لحضرتك من وانا 9 سنين، فانا بقالي باع طويل في هو الرياضة. فعلا الرياضيين حياتهم بتبقى مختلفه. انا عندي الناس صحابي الرياضيين الحياه الاجتماعيه بتاعتهم مش يعني فعلا في افراح ممكن ما يحضروهاش، عيد ميلاد، في نوم في ميعاد معين، يعني الحياه السوشيال لايف الحياه الاجتماعيه بتبقى يعني مهدور حقها شويه. بس هل ده بيضايقك اوقات ولا؟ طبعا بيضايقني، بالذات ان انا متزوج وعندي طفله، فانا ساعات كتيره ما بعرف ما بتحضرش حاجات كتير، ما بعرفش ان انا احضر او يلا لا يعني لازم احضر الايفنت ده بسرعه والحق بسرعه اطلع التمرين، او جاي متاخر عشان جاي من تمرين او ماتش، فبتبقى مش دايما بعرف اتعامل. شايفين لك صور لطيفه جدا. ده عيلتي الكريمه. لا نرجع بس للصوره يا جماعه بعد اذنكم، الصوره اللي فاتت. عرفنا بقى لعيلتك. يعني هو من الشمال خالص ده حماتي، وسوري من اليمين خالص دي حماتي ومراتي وانا واخويا. اتلخبط في حماتك بقى عشان اتلخبط في حماتك. الحمد لله اتخبطت فيها في مراتي يعني، فجت سليمه الحمد لله. دي عمليه في بيتها يعني. ايوه بالظبط. واخويا ومرات اخويا ووالدتي، ودي بنتي اللي معاها ووالدي وبنت عمي وجوزها، وده هي بنت اخويا الصغيره اللي هي شايلاها بنت عمي في شيء اقصى الشمال. في حد في العيله برضو زيك لاعب كوره ماء او على الاقل بيخطط؟ اخويا كان بيلعب كوره ميه بس ما كملش يعني. اوكي. وده هي انا ومراتي السنه اللي فاتت بعد ما كسبنا الكاس الحمد لله. فخوره واضح جدا هي الحمد لله. ده بتقدر معاك بقى البطولات الحمد لله. يعني على قد ما بتقدر برضو علشان بنتي وكده، بس الحمد لله. بس الدعم بيبقى مهم جدا. الدعم مهم بالذات بين الزوج او الزوجه، اعتقد ده شيء بيبقى اساسي. دي حقيقه. الصورة اللي فاتت كان البسين متسخن ولا لا؟ طمن كريم. لا 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 كان تمام زي الفل. جميلة. لا يعني من احلى الفرق اللي انا اعتز بيهم يعني. تحس ان مقاتلين واقفين. دي حقيقة. احنا مقاتلين يعني، احنا بنبقى داخلين الطيارين كمان اللي بيلبسوا كان زمان حاجات قريبة من كده. ده حقيقة. ده انا وكابتن محمد عبد الستار وكابتن حازم دولت زمايلي، وكنا في كاتب كتاب كابتن يحيى فريق. ده هنا برضو في التمرين. ده كانت فترة الإعداد الأخيرة، ده هي قبل الفترة. ده تمرين ليلي شكل. ده تمرين لما احنا حياتنا ليلية يعني، حتى لما بنتمرن الفجر بتبقى الدنيا لسه ما نورتش عليها، فاحنا نعتبر إن حياتنا ليلية. ده هنا مع بعض الزملاء في الشغل عندي. ده احنا كنا في معسكر في المجر، ده كان الفريق. ده كابتن توفيق، ده يعني مثل أعلى وقدوة ليا، وده يعتبر هو أخويا الكبير، وكان هو كابتن الفريق اللي أنا استلمت الراية من بعده يعني. كبير كبير. أنا حارة معاك شوية تعليقات برضو لأن الوقت خلاص بيجري. كان في حد بيقول لي يا نهواندس، قال لي كابتن محمد لو ما كانش لاعب كرة ماء كنت هتشتغل إيه؟ كنت حابب ألعب إيه يعني؟ لا هتشتغل إيه بقى؟ يعني لا أنا الحمد لله مبسوط في الشغلانة اللي أنا فيها، حاسس إن أنا الحمد لله ما كنتش هتغير مسارك. لا 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 الحمد لله. ايه تاني تعليقات؟ بص هو يعني في تعليقات كتيره قوي بس كلها على البرنامج يعني. صباح الخير وبنتابعك. بص جمهور جميل والله. تحس ان انت قاعد يعني خايفين عليك ويقولوا لك كل وهي حاجه. وهي دي ميزه الاهلي، ان الاهلي انت بتحس ان هو ان احنا اسره يعني. صح. انا كابتن وائل طبعا ده يعني هو اخ كبير ليا، بعيدا عن هو رئيس الجهاز انا كان ليا الشرف ان انا لحقت العب معاه، وبعد كده ان هو دلوقتي رئيس الجهاز عندنا، ده شرف كبير لينا يعني. واحنا كمان اتشرفنا جدا بوجودك معانا النهارده، اسعدتنا ونورتنا، وبنتمنى لك كل التوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا ليك كابتن محمد، كل التوفيق لحضرتك. ميرسي.